السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله يا مولانا. تقبل منا ومنكم. معلش يا عم الشيخ، وانت ليه طول الخطبه عمال تبص عليا زي ما يكونش في حد غيري في المسجد؟ اللي على راسه بطحه بيحس عليها يا عبد الله، وانت عارف وانا عارف. عارف ايه؟ انت ليه محسس ان انا ماشي في الحرام؟ انت ماشي في الحرام يا عبد الله. يعني ايه؟ الفايده الثابته اللي بتديها للناس اول كل شهر. ايوه بس دي تجاره. تجاره؟ التجاره على المكسب والخساره. لكن اللي انت بتعمله ده يا ابني اسمه ربا. بتدي للناس اول الشهر مبلغ ثابت على المكسب، لكن الخساره بتتحملها لوحدك، وده حرام عليك وحرام عليهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم اياته: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. انت قد الحرب مع ربنا يا عبد الله؟ حاشا لله مولانا، قد حرب ربنا ايه؟ انا بخصبش حد على حاجه، وكل اللي بيتعمل بالتراضي. مش معنى ان اتنين اتفقوا مع بعض بالتراضي على شيء يبقى الشيء ده حلال، والا الزينة يبقى حلال؟ ما هو اتفاق وتراضي بين اتنين. انا اللي عندي قلته، وكل اللي طالبه منك يا ابني انك تتوب لله عز وجل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صدقني يا ابني، لو فضلت ماشي في السكة دي هتندم، لأن مش هيجي لك منها إلا الخراب، وساعتها لا تلومن إلا نفسك. ماشي يا عم الشيخ، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله.